هنعمل بيكان اللي هو ابن عم عين الجمل، مغلف بالسكر والقرفة. هنستخدم سكر بني وسكر ابيض، وهنا اجباري ان احنا نستخدم النوعين. فلو انا ما عنديش سكر بني هستخدم سكر ابيض الكميتين، وهضيف ليهم عسل اسود. وهنا يبقى لازم ناكد انه الحركه دي بتديني القوام والنكهه بتوع السكر البني، ولكن ما بتدونيش فايده السكر البني الحقيقي او السكر البني الطبيعي او الرو براون شوجر. المهم هنحط كل المكونات على بعضها. عندنا هنا شويه ميه صغيرين قوي قوي قوي، يا دوبك بس يعني اعرف اغلف الحاجه مع بعضها. وهحط خلينا بس نقول المقادير كمان الاول، سكر بني وسكر ابيض وقرفه وملح وبياض بيض وميه والبيكان. فانا هحط هنا بياض البيض مع الميه، والاول هضربهم شويه مع بعض بشوكه او بوسك او باي حاجه، بس اخلي الموضوع فلافي شويه علشان اعرف اغلف بيه البيكان. خدنا بياض البيض مع الميه بقى فوم ابيض، نزلت له القرفه، هبتدي انزل عليه السكر بالتدريج واحده واحده. ادي السكر الابيض، بعد كده هبتدي انزل عليه السكر البني برضو بالتدريج واحده واحده، تقليب مستمر. بعد كده هنزل عليهم البيكان، هجيب سباتولا وابتدي ان انا اغلف وسريعا بقى، يعني لازم هنا الخطوه تكون سريعه شويه قبل ما البياض ده يهبط، وابتدي اغلف البيكان ده بالفوم اللي كله قرفه وسكر مع بياض البيض والخلطه دي كلها. هنزل هنا وبالسباتيلا برضو هفرد البيكان هنا، بحيث ان انا اكون عامله طبقه واحده من البيكان. اي حاجه هلاقيها ملزقه في بعضها اول ما اطلعها من الفرن بس تهدى ابتدي اكسر بايدي، بس انا بحاول برضو قبل ما ادخل ان انا اكون يعني فصلاهم عن بعض قدر المستطاع، اولا عشان ياخد درجه حراره مظبوطه، ثانيا علشان لما اجي انا بعد كده اكسره يبقى سهل عليا. فحاولوا ان انتوا من الاول تفردوه مظبوط. فرن حامي، الرف في النص، فوق وتحت شغالين، وادخله لحد ما يتحمص.